عجبي لنا نحن المسلمين، كيف لم نوفق إلى إنشاء علم للموت وقد سبقنا إلى ذلك الغربيون، على أننا تقريبا لا نكاد نعرف شيئا عن هذا العلم، حتى اسمه مجهول لدينا في الأدبيات العربية المعاصرة. ثاناتولوجي أي علم الموت لا نكاد نسمع به. وسيبادر بعض من يسمع هذا الكلام إلى القول: وهل للعلم موت؟ وكيف يمكن أن يستحيل العلم وما يتعلق به من ظاهرات أو ظواهر الموت وما يتعلق به من ظاهرات أو ظواهر إلى علم؟ علم بالمعنى المحترم المعروف في العلم الحديث، نعم، علم من العلوم التي تنتهي بهذه اللاحقة اللوجي، علم الموت ثاناتولوجي، علم الموت. علم الموت علم حديث نسبيا، يعني بداياته الأولى كانت في مطلع القرن العشرين، لكن اقتضى الأمر زهاء نصف قرن حتى يعترف به كعلم، حتى يعترف بالحقل الجديد والأبحاث الجديدة كعلم من العلوم التي ينظر إليها بشيء من الاحترام. لماذا؟ مفهوم جدا، لأننا نعيش في حضارة مادية، نماذجها بشكل عام مادية، تتنكر لكل شيء يتجاوز المادة، تنزعج جدا جدا من كل ما يمكن أن يأخذ بيدها أو يؤشر أو يدلها على أن هناك ما يتجاوز المادة، على أن هناك ما تفشل المادة في تفسيره أو في فهمه وتعليله. تنزعج هذه الحضارة، ينزعج المجتمع العلمي في هذه الحضارة من مثل هذه المحاولات، لكن في نهاية المطاف هذه المحاولات لابد أن تفرض نفسها وقد فعلت، وإن طال الزمن. كانت البداية معالم الأحياء الدقيقة، يعني الميكروبيولوجيست الروسي إلي ميتشنيكوف، هذا الرجل الذي اكتشف البلعمة في علم الخلية، الفاجوسيتوسيس، هو الذي اكتشفها، عالم كبير ومشهور واسم صعب أو كما يقال رقم صعب. اقترح مبدئيا أن نتحرك على مسارين وفي مجالين: مجال يتعلق بالشيخوخة، بعلم الشيخوخة جيرنتولوجي، ومسار آخر يتعلق بعلم الموت الذي سيسمى لاحقا ثاناتولوجي. اقتضى الأمر كما قلت لكم 47 سنة أو 47 أي سنة حتى يعترف بالثاناتولوجي، لم يحبوا أن يعترفوا، هذا 1903. طبعا هذا كلام مهم جدا للمؤمنين ومهم جدا للملحدين والشكوكيين، وهؤلاء الشكوكيين والملاحدة نحن نحترم جميع البشر وجميع الاجتهادات التي حق أن تسمى اجتهادات، لكن أيضا لا يخدعنا ولا يضللنا حجم الإعراض والتغافل والتجاهل الرهيب الذي يمارسه الملاحدة والشكوكيون، يسلكون كأنهم لم يسمعوا، كأنهم لا يعرفون، وهم يعرفون أكثر منا لأنهم معنيون بهذه القضايا، فإن تناولوها فمسا خفيفا من وراء وراء وزيفوها واختزلوها أيها الإخوة، وأيضا ادعوا ما ليس فيها، شيء غريب تستغرب. مايكل شيرمر أحد المؤمنين المسيحيين الذي تحول إلى الإلحاد، وهو الآن من أقوى هكذا يقال وأفضل العقول في الغرب الأمريكي التي تدافع عن الشكوكية والإلحاد، عنده كتاب كامل يبحث فيه هذه الموضوعات اسمه Heavens on Earth، جنات، أنا أشوف أن هذه الترجمة هي الأدق مش سماوات، المسيحيون يستخدمون كلمة السماء يريدون بها الجنة Paradise، Heavens on Earth، جنائن أو جنات على الأرض. يفتتح كتابه بذكر أن الإنسان العاقل الهومو سابينس سابينس نحن من 50,000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح إلى الآن، يعني 52,000 سنة، شهد هذا الكوكب الأزرق من أفراد نوعه 100 مليار ونصف المليار، كل أفراد الهومو سابينس عبر 52,000 سنة الذين عمروا وقطعوا الأرض بلغت عدتهم
100 مليار ونصف المليار، اليوم حوالي 8 مليار، بمعنى 7% تقريبا الآن يعيشون من إجمالي عدد من عاش من أفراد هذا النوع في آخر 52 ألف سنة. نسبة لا بأس بها، وهي معجبة جدا 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 ومحيرة. مش هذا المهم، هو خلص من هذا إلى القول، لكن ما من أحد من هؤلاء عاد من الموت ليخبرنا مؤكدا لنا وجود الأفتر لايف أو الحياة الأخرى. والله صحيح عجيب، يعني كتاب لدكتور متخصص مثقف كبير رقم صعب في الإلحاد والشكوكية، مدير ورئيس تحرير مجلة الشكوكي من أكثر من ثلث قرن، يدعي أنه ما من أحد ذهب وعاد. في هذا الكتاب أيضا تناول بتغافل واختزالية تساوي الكذب ظاهرة الـ NDE أو تجربة الاقتراب من الموت، تغافل واختزالية تساوي الكذب تماما، ولم يتعرض للإحراجات الحقيقية والتساؤلات التحدوية، أنجز التعبير التحدوية منسوبة إلى التحدي، التي تفقى العينين، عيون كل من نظر وعيون كل موقف على البيانات الديتا. لم يفعل ذلك في الكتاب نفسه، والآن يزعم ذلك، عجيب. ولذلك مهم جدا جدا أن نلفتنا، نلفت أبنائنا وإخواننا والناس أجمعين، لأننا لا نحب إلا الخير للناس أجمعين، إلى علم الموت. نقول لهم هيا خذوا جولة في علم التانتولوجي، تاناتولوجي، في علم الموت، روحوا تعرفوا على التاناتولوجي، سيقفون على ظواهر غريبة وعجيبة جدا جدا جدا، من بينها مباحث إيش؟ خبرات وتجارب الاقتراب من الموت. هذه فصل كبير من فصول علم التاناتولوجي. على فكرة قد يسارع أحدكم القول، وهل التاناتولوجي هو قسم أو فرع، فرع تحتي، فرع ملحق بعلم إيه، الطب الشرعي فورنزيك؟ لا لا أبدا، غير صحيح. بعض الماديين أيضا وبعض الذين يخوضون معركة تراجع، معركة إيه؟ تراجع، أرادوا أن يجعلوا التاناتولوجي فرعا إيه؟ من الفورنزيك، من علم الطب الشرعي، ليس فرعا منه، وهو أعم منه بكثير. عموما وأساسا علم الطب الشرعي يعنى بالوفيات غير المتوقعة والمفاجئة والمشبوهة، هذا الطب الشرعي، هذا الطب إيه؟ الشرعي. أما التاناتولوجي لا لا لا، يدرس موتي وموتك وموته وموتها وموتنا وموتهن، الموت العادي الذي يقع كل يوم وبمئات ألوف الحالات يدرسه. والعجيب والجميل أيضا اللافت في هذا العلم أن قسما كبيرا جدا جدا من معطياته إنما يصدر عن الروح ظاهراتية فينومينولوجية. ما معنى ظاهراتية أو ظواهراتية؟ يصف الظواهر كما هي دون أن يحاول أن يتدخل مبدئياً بأي نوع من أنواع التفسيرات المقترحة، أبداً أبداً، يصف ما يحصل كما يحصل، بعد ذلك تأتي مرحلة التفسير. الملحد سيفسر على هواه، المؤمن على هواه، المتشكك على هواه، العالم على هواه، هذه مسألة أخرى. لكن الديتا أو البيانات هذه أيضاً تحرج كثيراً جداً جداً. طبعاً الملاحدة عموماً يستنجدون بنموذج ماذا؟ الهلوسة، هلوسينيشن، يقول لك هذه هلوسات أو هلوسة، مثل الهلوسة التي يحدثها تعاطي إيش؟ المخدرات أو الأدوية إيه؟ بشكل عام. يقول لك drug induces hallucinations، هلوسات يعني إيه؟ يحفزه أي تعاطي إيش؟ الدواء أو العقار أو كذا. غير صحيح بالمرة، وسوف نرى أنه لا، أشياء مش هلوسات، هي وقائع شديدة الصلابة، شديدة الدلالة، شديدة الصدمة للنموذج المادي، شديدة الصدمة للنموذج المادي. هتقول لي هدف هذه الخطبة المحاضرة الرد على الإلحاد؟ هذا هدف بلا شك، لكن ليس هذا فقط، لا لا لا، كلنا نحتاج هذه الخطبة والمحاضرة ربما التي ستلو إن تلت، كلنا. لماذا؟ لكي نتعاطى مع الموت عن قرب أكثر، أن نكون أكثر قربا من الموت، أن نحاول تفهم الموت بطريقة أكثر. وسوف نرى أن علم الموت أو التاناتولوجي يلتقي مع الدين ويلتقي مع الوحي الإلهي في أشياء كثيرة، ويؤكد ما أكده المرسلون وفي رأسهم خاتمهم عليه الصلاة وأفضل السلام وآله. يعني هناك الجانب الوعظي أيضا لهذه الخطبة، شئنا أم أبينا. على كل حال، بعد ذلك في العقد الثالث من القرن العشرين يأتي العالم الفيزيائي الكبير وهو سير
حظي بلقب فارس الذي حظي به إسحاق نيوتن مثلا. السير ويليام باريت، سير ويليام باريت، سليم عالم فيزياء، أستاذ فيزياء كبير في دبلن، ليس له علاقة بالروحانيات ولا بهذه الأشياء. ما الذي عطفه وجعله يهتم ويساهم في تأسيس الثاناتولوجيا أو علم الموت، ويصدر كتابا ينشأ سنة 1926 باسم رؤى الاحتضار، يعني فراش الموت، سرير الموت، Death Bed Visions، رؤى الاحتضار. أنا أترجمه الاحتضار أفضل من كلمة إيه، سرير الموت وكذا، رؤى ساعة الاحتضار، Death Bed Visions، رؤى الاحتضار، 1926، كتاب عجيب من علم فيزياء وسير، سير، مش فيزياء عادي، انتبهها، مش فيزياء عادي يعني، سير، فارس في علم الفيزياء، عالم طبيعي مادي صلب، الذي عطفه وأحدث انقلابا في حياته واهتماماته الفكرية والعلمية والروحية من ثم زوجته التي كانت طبيبة توليد، طبيبة توليد، قصت عليه الواقعة، 9 أعشار الواقعة لم تلفته، يحصل هذا وهلوسات، آخر سطر في الواقعة قلبه رأسا على عقب، انقلب السير الفيزيائي الكبير، انقلب، أدرك أن المسألة ليست كما نصر نحن الماديين ونحن العلميين ونحن الملاحدة، لا، كفى عنادا، كفى تجاهلا، كفى إعراضا، كفى إعراضا. ما هي الواقعة؟ الواقعة تقول له زوجته ويليام، أنا كنت في المستشفى وكنت شاهدة على حالة غريبة وعجيبة جدا، سيدة في 35 من عمرها تدعى دوريس، اسمها دوريس، كانت في عافية تامة، لا تعاني من أي شيء، حالة ولادة، وضعت ابنها، وبعد أن وضعته من غير أن تبدو عليها أي أعراض أخرى، يعني بدايات حمى نفاس أو كذا، ما في أي شيء، طبيعية، تهلل وجهها واستنار، تقول له وضحكت، لماذا؟ تقول واي، لماذا؟ أبي على كل حال أنا مسرورة جدا بقدومك، ومدت يدها مستجيبة لمد أبيها يده إليها تخاطبه، أنا مسرورة ومبتهجة بقدومك إلي. إلى الآن ما في أي شيء حرك، إيش حرك السير الفارس الفيزيائي الكبير، هلوسات، الناس تهلوس حبيبي، تأثير المرض، تأثير الوضع، تأثير ربما الأدوية، العقارات، عادي، ناس تهلوس، جهاز عصبي هذا شيء معقد جدا جدا، عادي، هو لم ينتبه طبعا، لا مش هذا فقط. ثم قالت عجيب، فيدا معك؟ لماذا معك؟ هنا القصة، من هي فيدا؟ فيدا أختها، شقيقتها، والتي كانت ارتحلت إلى الدار الآخرة 3 أسابيع قبلا، أما دوريس فلم تعلم بهذا، ليس لها علم مطلقا، لذلك استغربت، يتعلم أن أباها يأتي من عالم الآخر، هذه النفس أو الروح، لماذا فيدا معك؟ أنا سأذهب معكم الآن، لكن فيدا، يبدو أن فيدا كانت أصغر منها سنا ولا تعاني من شيء. هنا انقلب السير، قال ماذا؟ هل الذي حصل؟ وتأكد طبعا وراجع كذا، بدأ مشواره في البحث مجددا، في البحث عن هذه القضايا، بعد سنوات أصدر كتابه الرؤى الاحتضار، رؤى ساعة الاحتضار، Death Bed Visions، نشره، كانت هذه مرحلة مهمة في تأسيس التاناتولوجي أو علم الموت، أو علم الموت. بعد ذلك، بعد الحرب العالمية الثانية، الآن شفنا الزلزال، يعني هذا الخط بطريقة أو بأخرى الذي بعثني عليها الزلزال أيضا، هذا الموتان، الموتان هو الموت الشديد الكثير، هذا الموتان الذي أصاب الناس، عشرات الألوف، نسأل الله أن يقف عند العشرات ولا يجوز حاجز 100، نسأل الله، مع أنه ذلك غير مستبعد للأسف الشديد، غير مستبعد بالمرة للأسف الشديد. نعم، طبعا بين قوسين، فضلا عن الأشياء التي تأتينا كل يوم من المنقذين بفضل الله تبارك وتعالى، واضح أنها خوارق للطبيعة، أحداث خارقة، والله الذي لا إله إلا هو، يأبى الله برحمته ولطفه إلا أن يقيم الحج على عباده. ستقول لم أكن أعلم، لم يقول لم تكن تعلم، ألم تسمع هذا المنقذ الذي حدث
في جماعة من أصحابه المنقذين وكلهم شهود على الحادثة بكذا وكذا، تتغافل، عامل نفسك مش فاهم ومش عارف وما سمعتش. انتبه، لابد أن تعد جوابا للسؤال بين يدي الله الذي ربما أنا أخاطب الملحد أو الشكوك أو لا أدري، الذي إيه ربما لا تؤمن به، ضع احتمالا أنه موجود، ولابد أن تعد جوابا أمام هذه المعجزات وهذه الخوارق غير العادية. الآن سنسمع هذه الخطبة كله عن أشياء خارقة بالنسبة لهؤلاء المدين، بالنسبة للمؤله والمؤمنين أشياء عادية هذه نؤمن بها تماما نحن، ونؤمن بما هو أبلغ وأمعن وألغز منها بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا تسليم الإيمان، هذا تسليم الإيمان من ناحية فلسفية من ناحية عقلية أيضا. انتبهوا، تسليم الإيمان لا يجتاح ولا يجتاح في العقل إطلاقا، هو يتناغم ويتماشى مع العقل. لكن عن أي نوع من أنواع التسليم، أنواع التسليم، عن أي نوع من أنواع التسليم أتكلم أتحدث؟ أتحدث عن تسليم التفاصيل. المؤمن مش أبلة على فكرة، وليس مغفلا، خاصة المؤمن الواعي الحاذق، هو ذكي جدا جدا. المؤمن إيه؟ ليس إنسانا إيه؟ ساذجا نهيف أو أبلة أو مغفل يضحك عليه. الأدلة متراكمة وكثيرة جدا، أقنعته بوجود الله لا إله إلا هو، ثم أقنعته بضرورة الرسالة. مستحيل أن ربنا خلق العالم وأداره ويستديمه ثم يتركنا هملا. واضح أننا نختلف على أصغر الأمور قبل إيه؟ كبارها، في كل شيء نختلف، هل يتركنا هملا؟ ثم إذا اختلفنا لا تمضي الأمور إيش؟ على طيتها أبدا، قد نتطاحن إلى حد التفاني. الآن نشهد محاولة ربما إيه؟ لإفناء هذا النوع كلي والعياذ بالله. إذا حتما نحن نحتاج إيه؟ إلى هداية أكبر منا، أكبر من مشروطيتنا، أكبر من نسبياتنا، أكبر من مصالحنا، أكبر من نزقنا، أكبر من تقلبات مزاجنا، أكبر من جهلنا، أكبر من أنانيتنا واستئثاراتنا. هو هذا، هذه الضرورة العقلية والنفسية والاجتماعية أيضا للرسالة. آمن المؤمن، بعد ذلك هو لا يطلب أن يقف على الحكمة والسر المكشوف في كل تفصيلة، هذا لا يملكه إلا الله لا إله إلا هو الذي أحاط بكل شيء علمه. هو يسلم الحكمة إجمالا، وربما يراها في بعض التفاصيل وربما تروح له في كثير من التفاصيل ثم تغيب عنه في تفاصيل أكثر أو في كثير من التفاصيل، لا بأس لا بأس، يسلم التفاصيل، لكنه لم يسلم الجملة. عقله آمن أن هذا الرب لا إله إلا هو حكيم ولطيف وخبير ورحيم، آمن بالدليل. أما هذه التفاصيل فلا بد أن يسلمها، لا بد أن يسلمها لمن أحاط بكل شيء علما، أن يسلمها إيه؟ من هو أقرب إلى الجهل منه إلى العلم، لمن أحاط بكل شيء علما. نعود بعد الحرب العالمية الثانية، أكيد كان ظرفا أصعب مئات المرات من الظرف الذي إيه؟ نعانيه الآن بعد إيه؟ الزلزال المدمر هذا، مئات المرات، لأن الضحايا كانوا بعشرات الملايين، مش بعشرات الألوف، عشرات الملايين، والتهديم والتخريب طال كل شيء. إشي رهيب الحرب العالمية الثانية كانت هذه. فجاء عالم النفس الأمريكي هيرمان فايفل، يبدو أنه من أصل ألمانيا طبعا، الاسم الأول واسم العائلة ألمانيان، هيرمان فايفل، واخترق المحرمات. هكذا يقول الدارسون، اخترق محرمات ماذا؟ الموت كان إيه؟ لا ينبغي أن يسأل، لا ينبغي أن تتكلم عن الموت لا كثيرا ولا قليلا، اترك هذا الشيء، هذا شيء يحدث وكل شيء عجيب. النموذج المادة أيضا، النموذج التغافلي، كفر الإعراض اسمه قرآنيا، أعرضوا الإعراض، ما بده ما بده حدق إيه في شمس الحقيقة حتى لا تبهر عيني، حتى لا تبهر عيني. ألف كتابا اسمه The Meaning of Death، معنى الموت، وتفاعل معه الكبار كارل جوستاف يونغ، هربرت ماركوزي المدرسة فرانكفورت وغيرهما، وأصبح كتاباً عظيماً، وإلى الآن من الكتب تعتبر إيه يعني إيه؟ المايلستون، أو يعني معلماً في تاريخ علم الموت وفي مساءلة الموت، وكسر المحرمات، تجاوز إيه؟ المحرمات وساءل الموت. ثم جاء عالمان من علماء الباراسيكولوجي، علم النفس إيه؟ الجانبي أو علم النفس أو ما وراء علم النفس، الباراسيكولوجي، وألف دراسات كثيرة، أوسس وهاتسن، هارتسن يعني، دراسات مشهورة. الآن بدأنا إيش؟ نرى فعلا ولادة علم جديد اسمه علم الموت، تاناتولوجي، تاناتولوجي.
حدثتكم مرة في خطبي ومحاضراتي عن الـ NDE أو تجربة الاقتراب من الموت أو الموت الوشيك، عن السيدة وهي من أصل ألماني سويسري إليزابيث كوبلر روس. كوبلر روس أشهر شخصية من الشخصيات التي تحركت في مجال العناية بالمحتضرين، ما يعرف بالعناية التلطيفية، palliative care، مش العناية العلاجية curative، لا palliative، palliative care. السيدة روس ولها كتب كثيرة عن الاحتضار، الداينج، عن الموت، مشهورة جدا جدا. هذه أيضا أسهمت بإسهامات كثيرة. أما أشهر رواد، أو لا نقول رواد الآن، هو ليس في مرحلة الريادة، أشهر أعلام هذا العلم حاليا، وهو رجل الآن في العقد التاسع من عمره، فهو عالم الطب النفسي العصبي، نيوروسايكاتري يعني، وعالم الفيزيولوجيا العصبية، نيوروفيزيولوجي، البريطاني الدكتور بيتر فينك، مكتوبة فينك لكن هي فينك، بيتر فينك، عنده كتاب جميل جدا جدا، أنا استفدت منه كثيرا، يعني ربما أكثر ما سأحيل عليه في الخطبة هذا الدرس من كتابه، اسمه The Art of Dying، فن الاحتضار، فن الاحتضار، The Art of Dying، فن الاحتضار. هذا الرجل طبعا عالم غربي بريطاني، وكان أيضا يعني ماذا أقول لكم، متعبدا في محراب النموذج أو البارادايم المادي المحض. يحدث عن نفسه أنه قرأ كتاب رايموند مودي الذي حدثتكم عنه، يشفي أيضا موضوع الـ NDE كثيرا، الحياة بعد الحياة. قال قرأته، لم يثرني، تشككت في إيش، في بيناته، تشككت في براهيني، لم أقتنع. قال معقول، معقول في زي هيك، معناها معقول إحنا عن طريق العلم الآن وطريق بينات وأشياء أن بدنا نثبت أنه في عالم آخر وفي حياة أخرى وأننا لا نفنى؟ النموذج المادي، أنت تموت تفنى، انتهى كل شيء. النموذج المادي، الوعي، حالة الوعي الكامل اللي عندك هذه، وكل ما يمكن أن يتظاهر به الوعي من محبة ومن كره ومن إرادة ومن إقدام ومن إحجام ومن إصرار ومن طموح ومن طمع ومن كذا ومن حب، كل هذه الأشياء على الإطلاق كلها مفرزات البرين، المخ المادي، كما يفرز الكبد البايول أو العصارة الصفراوية، يفرزها الكبد، يفرز البايول، الدماغ يفرز الوعي، عجيب. الدماغ خلايا، يعني خلايا عصبية، وبعدين إذا متنا ودسسنا في التراب وتحلل كل شيء، يقول خلاص يختفي كل شيء، مجرد أن تموت أصلا يختفي كل شيء، لا يبقى منك شيء، يبقى بدن يأكله التراب وانتهى كل شيء، فناء مطلق. لا، كتاب رايموند مودي حياة بعد الحياة، يقول لك لا مش صحيح، البدن بروح بفنى، حقيقتك وجوهرك وأناك يبقى موجودا وواعيا وشاهدا على أشياء ويترك آثاره ويمارس. نعم، قال لك أنا رفضت هذا، وبحرف هكذا بالحرف قال، اعتبرته ربش، يعني قمامة أكرمكم الله، زبالة، ربش، قال هذا مش علم، هذا كلام فارغ، إلى أن اتفق له أن يكون شاهدا على تجربة خاضها أحد مرضاه الذي أجريت له عملية قسطرة فاشلة، فشلت، تخيل، وانتهى من بين أيديهم، اعتبره ميتا سريريا، ثم بعد ذلك قيض الله له العودة وعاد ليعيش ويحدث ما الذي حصل معه. هو كان في حالة إيش؟ توقف كامل، موت سريري، فلات لاين، خط مسطح كامل، ولما عاد أخبرهم بكل شيء بالدقائق والتفاصيل، ما الذي فعلته أنت؟ ما الذي قالته فلان الممرضة؟ ما الذي قال؟ انقلبت رأسا على عقب، وبدأ بحثي الدكتور فينيك، بيتر فينيك، بدأ بحثي مجددا، مثل ما حصل إيش مع السير ويليام باريت، قال بدأ بحثي مجددا وأنتجت فيلما وثائقيا. من حسن حظي أن هذا الفيلم الوثائقي حين بث، على أرجع على البي بي سي طبعا، حين بث قال تلقينا زهاء الفي رسالة من الجمهور، كلها تؤكد، المرسلون، أنهم مروا بهذه الخبرة، كلهم عادوا من الموت وكانوا في حالة وعي، والبدن ميت سريريا، فلات لاين، واضح، 2000 قال تواصلنا مع زهاء 500 أو أزيد منهم، واستبيانات
إشي عجيب. قال اللافت، اللافت أن 98% من السامبل، سامبل العينة، هذه العينة تبعته سامبل، 98% من الأور سامبل من عينتنا لم يسمعوا بالNDE قبل ذلك، عمرهم ما سمعوا. أنه في ناس بتموت وترجع واسمعوا، 2% سمعوا، شيء غريب. معناها مش حكاية تقمص للفكرة أو الحالة، أبدا ما سمعوش. وليش كانوا ساكتين؟ كانوا يظنون أنها هلوسات أو شيء خارق أو شيء، إذا قلنا الناس سينظرون أين باستخفاف على أننا جننا أو فقدنا تماسكنا العقلي. فكانوا ساكتين مساكين ما بتحدثوا، وهذا في كل مكان يحدث، كله بسكت تقريبا، بس في الإطار الغربي أكثر بكثير، لا تحدث فيظن بك أنك إيه؟ مدخول في عقلك، مدخول في عقلك. من هنا البداية. وبعدين ألف إيه كتابه كما قلت لكم 2008 على ما أذكر، فن الموت، فن الاحتضار عفوا، وألف كتابا آخر اسمه الحقيقة في الضوء، يعني الحقيقة ساطعة، The truth in the light. The truth in the light يقول إيه؟ تقصيات ل300 حالة من حالات العائدين من الموت، يعني الذين خبروا إيه؟ حالة الموت الوشيك. كتاب مهم وعظيم، وفي لقاءات مع كثير، وحاضر في ألمانيا قبل بضع سنوات، وكانت محاضرة ناجحة جدا والجمهور تفاعل، وهو قال أنا يبلغني أن الألمان متحفظون جدا، يقول كان يحاضر في الجمهور الألماني، الألمان متحفظون جدا أكثر حتى من الإنجليز في هذه الأبواب. لكن سأغامر وأسألكم، هل من إيه أعزائي من هؤلاء الإيه الجمهور من مر بمثل هذه الخبرة أو سمع بمن يثق أنه مر؟ فإذا بأيدي كثير ارتفع صدمه، هو قال لم أكن أتوقع هذا، كثير جدا أنا مررت أو أعرف من مر بها عن يقين. الله أكبر. ومايكل شيرمر يقول لك إيه، 100 مليار ونصف مليار لم يعد أحد ليخبرنا. والله ما شاء الله عن نزاهة الملاحدة، عن رئيس تحرير إيه مجلة المتشكك، ما شاء الله نزيه جدا. وين النزاهة؟ ملايين فعلوا ذلك كما قلنا قديما، ملايين خبروا هذه الخبرة بفضل الله تبارك وتعالى.